السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عندنا 3 اتحاد: نار 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 87 و95 وحملت. طبعا التشكيلات او اللعيبة دي تقدر تعملها بكل سهولة، بكل سهولة جدا، تبقى معاك بسيطة ان شاء الله. اول تحدي معانا تحدي بسيط وهنعمله مع بعض، هو تحدي اختيار لاعب 87. اللاعب 87 ده أول تحدي معاه. هنختار واحد من 4 لاعبين ذهبيين، ودي تشكيل، وده أرخص حل للتشكيلة دي. التشكيل ده هيكلف 27,000 كوين، تقييم الإجمالي 83، وده أرخص حل. واحد يقول أنا هرمي بيدرو في تشكيلة زي دي، الفكرة كلها إنها تتغير. بيدرو أنت أصلا ممكن مكنش بتلعب بيه أو عندك مكرر، فعادي ممكن ترميه، فاهم؟ وتحط واحد تاني، ممكن تشيل بيدرو وتحط واحد تاني، حاجة ترجع لك. بيدرو بتلعب بيه ماشي، تشيله خالص وتحط واحد تاني. بس الفكرة كلها اللعيبة الذهبية اللي حوالينه رخيصة، فلو غيرته لازم تجيب لعيبة عالية، وهتبقى معاك صعبة شوية في السوق، لأن العملية صعبة في السوق في اللعيبة الذهبية. التحدي التاني اختيار لاعب 95 حوالين. طبعا 1 من 4، هدي لك 1 من 4 من التحدي. في التحدي ده التحدي ده عايز تشكيلتين، التشكيلة الأولى 86، وادي الحل بتاعها هيكلف 53,000 كوين، حل بسيط سهل. وادي اللعيبة موجودة عندك، متنساش تدعمني باللايك والشير والاشتراك، لأن فعلا أنا بتعب في الفيديوهات، فياريت تساعدني زي ما أنا بساعدك. الموضوع بسيط وسهل، أو بس اشتراك، تمام؟ ده أول تحدي في الخمسة زائد 95. التحدي التاني معانا عايز واحد من فريق الأسبوع، وعايز تقييم 88، ودي التحدي. التحدي ده هيكلف 66,000 كوين. اللعيبة دي أرخص لعيبة في السوق. واحد يقول أنا هرمي 94 و95 و94 و94 وهيجي لي إيه أصلا؟ من الفكرة كلها إن أنت تغير، أنت عندك اللعيبة دي أصلا، فعادي بتغير تشوف لعبة تانية عشان تجربها، عشان اللعبة الجديدة تشوف ايه نظامها كده. الفكرة تغير اللعيبة، تشوف اللعيبة اللي عندك لعيبة تانية في أماكن تانية. آخر تحدي معانا هيكلف 57,000 كوين. طبعا اللي الحملة حملة الحقبة، طبعا ده التحدي هيكلف 57,000 كوين. هيجي لك بقى لاعب واحد من 4، تقييم الإجمالي للفريق ده 88، والتناغم بسيط. بس الفكرة كلها ان انت تعمل تحدي عشان يجي لك لعيب تاني تقدر تعمله. السلام عليكم.